تبحرت هذا العام. انا عندك تبحر يا. سلام ومرحبا بكم في حلقه جديده ديال طابلو. اليوم غادي نتاملوا في واحد اللوحه اللي تقدروا تكونوا لابسينها ولا تصيفطوها في ميساج لصحابكم لانها كاينه في ايموجي في التليفون. اللوحه ديال اليوم هي الموجه الكبيره للفنان الياباني كاتسوشيكا هوكوساي، واللي رسمها جهه 1830 في واحد السيري ديال الرسوم على جبل فوجي، سميتها 36 منظر ديال جبل فوجي. داير السميه ديالها الحقيقيه هي تحت الموجه ديال كاناغاوا، لحقاش واخا كتبان لنا الموجه هي اللي في السنتر ديال هذه اللوحه، ولكن السوجي الرئيسي هو المونت فوجي. اللوحه ديال اليوم هي لوحه ديال بصح يعني منقوشه على اللوح. علاش اللوح؟ لان هذه كانت تقنيه يابانيه كانت كتستعمل للطبع ديال الرسوم والنشر ديالها في اكبر عدد، وكانت كتسمى الموكوهانغا. موكوهانغا كيفاش غادي نفسر لكم الموكوهانغا؟ اجي ياك فايت مشيتو للمقاطعه، ايوا الموكوهانغا بحال الطابع ديال الموظف، ولكن كل لون في اللوحة عنده الطابع ديالو وخاصو يتحط بالضبط في نفس البلاصة بحال هذوك اللايرز ديال فوتوشوب. غير داكشي كان كيتصايب باليد، وكان خاص تكون عندك الدقة وتكون دقيق جدا الا ما بغيتيش اللوحة ترجع فوتوشوب. صافي والله الا هادي اخر واحد ما بقيتش نعاود، انا نكمل القصة ديالي. عرفت هادي حامضة ياك هادي حامضة. نكمل القصة. كيف ما قلت لكم في الاول، الموجة مدومينيا هاد اللقطة لدرجة ان اعلى قمة في اليابان اللي هي جبل فوجي اللي كيبان لنا في الباك جراوند بحال الا الموجة غادي تاكلو. من غير الحجم ديالها اللي كيبان كيخلع، كاين الكشكوشة ديالها اللي واخدة الصفة ديال المخالب بحال شي نمر كينقز على الفريسة ديالو. في وسط هذا التعبير العظيم ديال الطبيعه في الصفه ديالها الاكثر وحشيه، كيبان لنا واحد الانسجام وواحد الجمال اللي كيخلينا نتاملوا في هاد الضخامه. ولكن غير عينينا كيهبطوا باش يشوفوا البطوات ديال الصياده اللي مشدودين في هاد العاصفه، الشعور ديالنا كيتبدل. كندوزوا من الانبهار امام الطاقه الخام للقلق على الارواح ديال هاد الناس. الا تصنتو مزيان تقدروا تسمعوا الصوت ديال الجدافات وهما كيتقرقبوا مع اللوح ديال القوارب. والسؤال اللي كنطرحوه على راسنا هو واش هاد الناس غادي يمنعوا، ولا هادي غادي تكون اخر رحله صيد ليهم؟ هادي راه ماشي لوحه، هادي راه تريلر ديال شي فيلم. اللوحه كتفكرنا بالضعف ديالنا امام الطبيعه والحجم ديالنا الصغير مقارنه مع الضخامه ديالها. ولكن بالنسبه لهوكوساي رغم هذا الاضطراب كامل، كاينه حاجه اللي ديما في بلاصتها وهي الجبل فوجي اللي هو الرمز ديال الجابون، واللي كيف ما كانت الحياه هادئه ولا مضطربه هو كيبقى مستقر. ولكن دابا السؤال، علاش هاد الطابلو مشهور لهاد الدرجه؟ من غير ان التقنيه ديال الطبع اللي خلات هذا الطابلو يخرج في عده نسخ، الناس كيهضروا على 5000 نسخه في ديك الوقيته، الشيء اللي خلى عدد كبير ديال الناس يشريوها بثمن معقول. الثمن ديالها كان تقريبا الثمن ديال الباكيه ديال لينوي. ولكن كاين واحد العامل واحد اخر اللي هو العامل ديال الزمن. الوقيته فاش غادي تخرج هذه اللوحه، الجابون اللي كان بلد مغلق وشبه منعزل بدا تفتح بشويه بشويه الحدود ديالو، خصوصا للتجاره مع التجار الاوروبيين، الشيء اللي غادي يسمح لهذه اللوحه انها تسافر وتولي رمز من رموز الفن الياباني اليوكيوي. ولكن اللوحه قبل ما تسافر عبر العالم، المقادير باش استعملات كانت مستوردة من العالم، سفر اللي بدا نحو اليابان وغادي يكمل الطريق ديالو خارج اليابان. فاش كنشوفوا اللون الازرق الغامق اللي كاين في هذه اللوحه، هو واحد اللون اللي ما كانش في الجابون ديك الساعه، وسيرمون دخلوه التجار الهولنديين اللي كان مسموح لهم انهم يديروا التجاره في اليابان ديك الساعه. وفاش كنشوفوا الستيل ديال اللوحه ايضا، كيبان لنا بلا هنايا كاين واحد المزيج ديال لي ستيل ما بين ستيل ديال الاوكيوي الياباني المحض، وواحد الستيل اللي جاي شويه من اوروبا خصوصا في الرسم الواقعي ديال الطبيعه.
هاد الموجة اللي ولات رمز من رموز البوب كالتشر وكترجم الانفتاح ديال الفن الياباني على العالم كامل. هاد اللوحة كان يمكن لها ناس بقى في الجابون وكان باقي عنده هذيك السياسة ديال الانغلاق وتحرم العالم كامل من الجمالية ديال اللوحة بحال هذه. وهذا الشيء كيذكرنا كمتأملين ومحبين للفن أن الشعوب دائما عندما تربح فاش كتكون منفتحة على بعضياتها.